أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت في مختلف المجالات التنموية، كما شدد الرئيس السيسي على أن موقف مصر ثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر. وخلال اجتماع اخر بحضور رئيس الوزراء ووزيره التجاره والصناعه وجه الرئيس السيسي باستمرار في تشجيع انشاء المجمعات الصناعيه على مستوى الجمهوريه وتعميق التصنيع المحلي وزياده الاستثمارات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته الى شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت وسمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولي عهد دوله الكويت مؤكدا سيادته على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخيه راسخه على جميع الاصعده وموقف مصر الثابت من دعم امن واستقرار الكويت وكافه منطقه الخليج والذي يعتبر جزءا من امن مصر القومي كما اكد السيد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركه التجاره البينيه والمشروعات الاستثماريه المشتركه بين البلدين في مختلف المجالات التنمويه بما يحقق المصالح المشتركه للبلدين مشيرا سيادته الى حرص الحكومه على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم انشطتهم في مصر وتذليل اي عقبات قد تواجههم من جانبه نقل السيد محمد جاسم الصقر الى السيد الرئيس تحيات شقيقه سمو الامير نواف الصباح وسمو ولي العهد مشعل الصباح مؤكدا قوه وخصوصيه العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقه وما تمثله من دعامه رئيسيه للامن والاستقرار بالوطن العربي فضلا عن النهضه التنمويه الشامله التي تشهدها مصر بقياده السيد الرئيس خلال السنوات الم الماضية منذ بدء عملية الاصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الاعمال ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري الكويتي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه فضلا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديه والاستثماريه والتجاريه بين البلدين الشقيقين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالاستمرار في تشجيع انشاء المجمعات الصناعيه على مستوى الجمهوريه، فضلا عن العمل على الاستفاده منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطه والصغيره، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عمليه تعميق الانتاج المحلي، وذلك من خلال اتاحه برامج تمويليه ميسره لتوفير الالات والمعدات اللازمه للمستثمرين، الى جانب مراعاة المقومات. والامكانات والمميزات التنافسيه للمحافظات المختلفه فضلا عن الفرص الاستثماريه المتوافره واحتياجات المناطق المقامه بها المجمعات الصناعيه كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافه سبل الدعم لتنميه الصادرات المصريه وتعزيز نفاذها الى مختلف الاسواق الخارجيه، خاصه من خلال تذليل المعوقات اللوجستيه، ودعم عمليه شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا انشاء مراكز تجاريه دائمه ومخازن للبضائع خاصه في الدول الافريقيه. السيدة نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات. كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32.3 من مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020 خاصة في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء